أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن جميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على أرض الواقع، مؤكدا سموه أن الحفاظ على المركز الأول يتطلب توفير كافة الموارد التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي اعتمد الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية لعام 2016 ب 48 مليار درهم، مع تخصيص أكثر من 50% من الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات العامة وتطوير قطاعي التعليم والصحة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف مساهمات دولة الإمارات بشأن مبادرة المناخ للأمم المتحدة واعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين. وكذلك تم خلال الاجتماع الموافقة على استضافة مقر المنظمة العربية للسياحة في الدولة والموافقة على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الاقتصاد وأخرى في شأن وزارة البيئة والمياه، وكذلك الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين.